السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا تولز قوية. تولز ديت بتحلل ملف الاكسل. طبعا احنا عارفين ان يعتبر كنز الداتا الكتيرة، فممكن يكون عندك الداتا موجودة على الاكسل لكن عايز تظهرها بشكل كويس، عايز تحللها، فهنا الاداة المتخصصة في اكسل فايل اناليسيس تول. الجميل ان فيها كذا لغة، فاحنا هنختار العربي. ارشادات لتحليل ملف الاكسل، ممكن نختار ملف الاكسل. طيب خلينا نقول له براوز فايل، ونختار الملف ونقول له اوبن، فبيعمل له بقى تحميل، وبعد كده يبدأ ان هو يحلل لنا الملف، كل الداتا اللي هو موجودة جواه يبدأ ان هو يحللها لنا. وبعد كده نقول له طب اعمل لنا بقى الاحصائيات. وعندنا هنا الفيجواليزيشن او التصور التفاعلي للداتا. ممكن بقى نبدأ نقول له انا عايز مثلا التايتل تبقى موجودة في الاكس، والكوبي يبقى موجود هنا، وممكن نقول له اكسون، يبدأ انه اكسون بشكل دوت. ممكن بقى نعمل فلترة من خلال مثلا التايتل، احنا مش عايزين دي كلها، احنا عايزين حاجة معينة. تمام، فلو في حاجة أنا مش عايزها أقدر أشيل العلامة من عليها. فكده جاب لي الداتا بحيث إن أنا لما أبص عليها أقدر أستنتج المعلومة اللي أنا محتاجها من خلال الشكل البياني اللي موجود. ممكن أصدرها كسي اس في، ممكن أصدرها كصورة، ممكن إن أنا أعمل لها اكسبورت داتا فريم. دلوقتي بقى تدريب النموذج التعليم الآلي، لأن هو في جزء هنا خاص بنموذج التعليم الآلي، نموذج انحدار خط بسيط أو نموذج شجرة القرار. عشان نختار المميزات نختار ميزة معينة، اختيار الهدف، تدريب النموذج، هو يبدأ يقسم البيانات لمجموعات تدريب واختبار. هياخد مثلا 80% يتدرب عليهم، وبعد ما يتدرب عليهم 20% يتأكد إن هو استنتج الداتا اللي ناقصة، بحيث لما تجيله داتا جديدة هو معرفهاش يبدأ إن هو يستنتجها. فهنا بقى نختار بقى، هل احنا هنشتغل linear regression ولا decision tree regressor، وكل واحدة طبعا بيبقى ليها الاستخدامات بتاعتها. أعمدة المميزات بالنسبة لي هتبقى مثلا التايتل، الكوبي، العمود الهدف اللي انت عايزه، طبعا تختار بقى اللي انت عايزه، وهو يبدأ ياخد الداتا ويبدأ ان هو بيقول لي لازم تكون number. فدي ميزة كويسة، يعني في جزء كده من التعلم الآلي بياخد الداتا يبدأ ان هو يحللها لنا ويستنتج لنا. يعني احنا مثلا عندنا في مصاريف معينة كل شهر، او في ارباح كل شهر، او في حاجات احنا بنشتريها كل شهر، فهو يبدأ يشوف البيانات اللي فاتت ويبدأ ان هو يستنتج الداتا اللي هتيجي له بعد كده. تمام، ما عنديش هنا عمود فيه ارقام، نبدأ ان شاء الله نعمل مثال تاني. وبعد كده هو بقى يقيم اداء النموذج، ويبقى فيه مثلا اكيد بيبقى فيه متوسط خطا تربيع، بحس في مثلا مش كلهم على نفس الخط، في حاجات شاذه، قيم شاذه شويه، فهو بيبدا ان هو يدرسها. الجميل هنا ان انت ممكن بالذكاء الصناعي تساله اي سؤال يحلل لك الداتا ديت. دي الداتا اللي موجوده، التايتل، الكوبي، الانيمد، ده الفيجواليز بتاعنا. هسيب لكم الرابط ان شاء الله تجربوه، وان شاء الله يعني يعجبكم باذن الله.